أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. نستهل النشرة من مخيمات تندوف مع تسريب جديد يتحدث من خلاله أحد أقارب القيادي السابق بالبوليساريو الخليل أحمد الذي اختطفته المخابرات الجزائرية منذ سنة 2009، حيث لا زال مصيره مجهولا لحد الآن. لنستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا لاجئ صحراوي مخيمات تندوف. سمعت بهذه النافذة اللي افتحها شباب التغيير واللي هي دقيقة من أجل حقيقة بمخيمات تندوف. باغي نطرح قضية مهمة عندي جدا وباقية في ياسر وباقية في كل أفراد قبيلة الرقيبات السواعد. أنا قريب القيادي السابق لدى جبهة البوليساريو الخليل أحمد الملقب بكارلوس، أحد كبار قبيلة الرقيبات السواعد، والذي كان يشغل منصب مستشار لدى رئاسة البوليساريو ومكلف بحقوق الإنسان والذي يعرفه الجميع. هذا المسؤول اختفى عن الأنظار في شهر يناير 2009، ونودنا له في كل بلد إلى غاية 2011 منين تمكن ولده البشير بمساعدة بعض الإخوة الجزائريين جزاهم الله خيرا من زيارته سرا بأحد معتقلات بالعاصمة الجزائر. وهناك قال خليل أحمد لولده على أنه تعرض للاختطاف من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية، وعلى أنه تعرض للتعذيب الشديد سابق لا تحكم عليه المحكمة العسكرية الجزائرية بالممثل. ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن أي شخص آخر من زيارته ولا معرفة مصيره، وابنه البشير لم يستطيع التكلم لأنه مهدد بحياته لا ليتكلم باللي يعرفه، وأنا كذلك أضع هذا اللثام خايف على حياتي بعد هذا التصريح. وضريك نطلب من جمعية حقوق الإنسان الدولية وخاصة منها منظمة أنميستي إنترناسيونال وهيومن رايتس وايتش ومنظمة فرونت لاين بالتدخل من أجل الكشف عن مصير الخليل أحمد وتمكين زيارتي تمكين عائلته من زيارتي بالسجن. والسلام عليكم. إذن 2009 هو تاريخ اختفاء الخليل بأرض لا تعترف بخل ولا رفيق. اختفى الخليل أحمد في ظروف غامضة أقوى احتمالتها التعبير بحرية في إطار ما يعرف من صفته بالمكلف بحقوق الإنسان. المزيد من التفاصيل حول ملابسات اختفائه في تقرير لفتح لمين. أنا قريب القيادي السابق لدى جبهة البوليساريو الخليل أحمد الملقب بكارلوس. الخليل أحمد بريها وكارلوس كلها أسماء لرجل واحد، قيادي من جبهة البوليساريو تعددت مهامه تعدد أسمائه، أهم تلك المهام مستشار الزعيم المكلف بحقوق الإنسان. قد تكون الصفة الوهمية التي منحتها إياه جبهة البوليساريو أوحت للرجل بأن المجال اتسع للتعبير بحرية، فأخطأ الظن. يناير 2009 وحيث حاول التعبير عما لا يتناسب وما ظلت الجزائر تعمل طوال السنوات الماضية لأجل إيصاله للرأي العام الدولي من مغالطات وهو أقوى الاحتمالات، اختفى الخليل ومن حيث لا يدري أحد، يظل لسنواتنا المحظورة بمخيمات تندوف حتى على أقرب أقربائه أبنائه وذويه، قبل أن يأتي بشير بخبر يقين، خبر يحمل معه نذير. البشير الابن البكر يزور الأب المختفي والخاطف المخابرات العسكرية الجزائرية، يعود بالخبر ويلزم الصمت كرهاً. وهنا الاستفهام، بل الاستفهامات حول حقيقة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، حقوق لم تشفع حتى لمكلف بتحقيقها، أم أن الأمر مجرد قناع يحمل لونا آخر من ضمن أقنعة أخرى يلبسها النظام الجزائري الجبهة تختلف تلاوينها حسب المناسبات، في حين لا يعكس الواقع على الأرض سوى المأساة وحياة ليس بها من حقوق الطبيعة أبخس الحقوق، حياة لا تعترف بالألوان وليس للمواطن بها عنوان، مجموعة من البشر تعيش دون حياة البشر وليس للمعترض بها مكان حتى لو كان المكلف بحقوق الإنسان، حيث المآل المجهول. وما حال الخليل أحمد إلا مثال حذره وضع شباب التغيير اللثام خوفا من نفس المآل،
خصوصا وأن المخيمات البقعة المنسية ضمن جدول أعمال المنظمة الأممية وطريق المقررين الأمميين ضد التعذيب الاختطاف والاختفاء القسري طريق غير آمن. فهل يظل الخليل أحمد محظورا إلى أن يأمن الطريق أم أن مبادرة شباب التغيير دقيقة من أجل الحقيقة ستحرك الضمائر الحية لتميط اللثام عن قضية رجل غفلت عنه المنظمات الحقوقية التي زارت المخيمات سهوا أو قصدا بأرض لا يأمن بها خل ولا رفيق؟ وحده الخليل يحمل الجواب. وفي موضوع متصل بقضية الصحراء، قررت 7 عائلات صحراوية الاستقرار نهائيا بمدينة الداخلة بعد تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليها منظمة غوث اللاجئين الأممية. العائلات التي انفردت قناة العيون بصورها قدمت نهاية الأسبوع الماضي من تندوف إلى الداخلة، فتقدمت بطلب للبقاء الطوعي بهذه المدينة الساحرة. هذا القرار شكل حسب المراقبين صفعة جديدة موجهة لجبهة البوليساريو وتشجيعا كذلك لسكان آخرين للعودة إلى المدن الصحراوية. هكذا تكون هذه الأسر 7 قد استقر مقامها بوطنها الأصلي وبالضبط بمدينة الداخلة، فقد عاد هؤلاء في إطار برنامج تبادل الزيارات العائلية التي تشرف عليه المفوضية العليا للاجئين. عودة هؤلاء تختلف من فرد إلى آخر، لكنهم يشتركون في حب الانتماء للوطن والتاريخ. تقرير سارك زبير. بعض من ولد بالعيون مثلا من سكان المخيمات قد ينتابه شعور غريب عند المجيء أثناء الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية العليا لغوث اللاجئين. أما الجيل الذي ولد بالمخيمات فكل أحلام يقظته عن صحراء الآباء والأجداد تغرس في وجدانه شعور قوي بالانتماء التاريخي والثقافي. هذه لحظات تتولد عند كل فرد زائر في إطار برنامج الزيارات العائلية، وكذلك الشأن بالنسبة لسبعة أسر صحراوية قادمة من المخيمات في إطار هذا الإجراء ضمن تدابير الثقة الأممية. كل هذه العائلات استقر قرارها على معانقة الوطن الأصلي. لم يكن يتوقع أي مسؤول بالبوليساريو ما يدور في وجدان هؤلاء أو مخيلتهم. ليس غريبا أن يحن المرء إلى الدار التي ولد بها أو نسب إليها، ولكن الغريب أن يتنكر ذلك الإنسان إلى رشفة ماء ابتلت بها عروقه في زمن الشدائد. الأسر 7 التي عادت إلى أرض الوطن رأت ما رأت من فارق التغيير بين هذه الضفة وتلك، وأكثر ما يندهش إليه من عاد إلى وطنه الأصلي هو منجزات أعوام مضت في إطار مسلسل التنمية الشاملة بالمنطقة. وقد يصدم المرء من فرط ما وصل إليه التقدم في مجالات عدة مثل العمران والبنيات الأساسية الأخرى، فحتى نمط عيش السكان الرحل إلى عهد قريب تغير تماما. إنها حياة جديدة تستأثر باهتمام من عاد إلى وطنه معززا ومكرما. كذلك الشأن في حالات إنسانية عدة تقود المرأة إلى الاقتناع بالعودة. إنها حالات جمع شمل صحراوي الشتات، إذ يدفع هذا الجانب الإنساني إلى ارتماء العائدين ضمن برنامج تبادل الزيارات في أحضان آباء وأمهات بلغوا من الكبر عتية، وفي ذلك أجر إنساني عظيم في حياتهم قبل مماتهم. دائما في الأخبار المتعلقة بقضية الصحراء، أكد رئيس جمهورية غينيا السيد ألفا كوندي اليوم الثلاثاء أن بلاده ستواصل دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية قضية الصحراء. وقال الرئيس الغيني في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار فاس أن جمهورية غينيا ستواصل دعمها لموقف المغرب، ونحن دائما ندعم المبادرة التي تقدم بها المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة. التصريح تم خلال استقبال من طرف رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران
الذي ثمن بدوره في تصريح صحفي مماثل الغرار القيني. غينيا تواصل دعم المغرب في موقفه وأيضا فيما يتعلق بمقترحه المقدم للأمم المتحدة، ونأمل أن يتم إيجاد حل سريع لهذه المشكلة حتى يتقوى نمو المغرب بنمو صحرائه. كما نتمنى أن يستعيد المغرب مقعده داخل الاتحاد الإفريقي في أقرب وقت، لأنه عضو مؤسس وغيابه اليوم غير عادي، لكن بفضل الله تتحسن الأمور حتى يعود المغرب. Grâce à Dieu, je pense que les choses évoluent, que nous allons arriver au retour du Maroc. Le Maghreb se rejette le mécan de notre tabac en Afrique, en tibaro, un des pays qui est l'état de l'Afrique. Et qu'il y a un nombre de pays qui travaillent sur ce sujet, c'est de l'insaf. يعني المرحلة ديال الإغراء والإغواء والتلاعب كان ظن أنها إفريقيا تعافت منها، والآن بقي أن ترجع الأمور إلى النصف. بطبيعة الحال هذا يسير يعني بطريقة متزامنة مع رجوع الأفارقة إلى المغرب وتقوية العلاقات بيناتنا، التعاون الاقتصادي، الاستفادة ديالهم من التجارب ديالنا. في سياق مفصل متعلق بالشأن الحقوقي، كان العنوان المقاربة الحقوقية موضوع الدورة التكوينية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قدرات المجتمع المدني التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الطنطان غليميم على مدى يومين بكل من إقليم غليميم وبوزكارن. حجب التامك ومحمد فاضل العبيدة. المقاربة الحقوقية موضوع الدورة التكوينية المنظمة لفائدة المجتمع المدني بغليميم وبوزكارن، دورة تأتي في إطار استراتيجية اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنطان غليميم من أجل تقوية الفاعلين المحليين في المجال الحقوقي والتمكن من توظيف المقاربة الحقوقية كآلية للترافع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإدماجها في برامجها وأنشطتها. هذه الدورة التكوينية ديال اليوم جات في إطار كما كنسميوه بناء على واحد التشخيص اللي كان تم مع الفاعلين الجمعويين على مستوى الجهة ككل، اللي حددنا فيه مجموعة من الحاجيات ديالهم فيما يتعلق بتقوية القدرات ديالهم، وكان من بين المواضيع اللي طرت بشكل قوي هو المقاربة الحقوقية. الدور الذي يهم مجموعة من الجمعيات في مجال المقاربة الحقوقية يأتي لدعم قدرات الإطارات الجمعوية المتواجدة في جهات غليميم السمارة، وهذه المقاربة الحقوقية التي نادى بها صاحب الجلالة، بحيث أن الآن أن الجمعيات لها دور ترافع على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الجهوي، إذ أن المجال الحقوقي الآن أصبح مجالا مفروضا وأصبح مجالا غنيا. وقد تم خلال هذه الدورة التي عرفت مشاركة أزيد من 50 شخصا يمثلون جمعيات المجتمع المدني تنظيم تمارين تطبيقية لامست قضايا تهم بالأساس الطفل والإعاقة والبيئة والمرأة، وتعريف الفاعل المدني حول كيفية استحضار أهداف المقاربة الحقوقية وترسيخها على جميع الممارسات والسلوكات المرتبطة بمختلف البرامج التنموية التي تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان. نتمنوا على أن بحالة التكوينات تبقى دائما الجمعيات باش تكون واعية هي بالدور ديالها كفاعل. وبالنسبة للجمعية ديالنا احنا جمعية المرأة الأمهات المعاقين، الدور ديال الجمعية هو حماية حقوق المعاقين، لأن المعاقين هما في حاجة للكثير من الحقوق اللي المجتمع مازال ما مداري بها. اقترحت بانه يعني ينعتوا لنا حقوق، يعني حدود اتفاقيه شراكه لحقوق ديال الاطفال، يعني اطفال بصفه عامه مش ضروري يكونوا في العصبه، يعني اطفال في وضعيه صعبه. اقترحت بانه يعني انا حاليا استفدت يعني الحقوق ديالي، الحقوق ديال الاطفال، باش يقدروا الا تكلمنا او طالبنا نعرفوا الحقوق ديالنا. يذكر ان هذه الدوره التي تنظمها اللجنه الجهويه لحقوق الانسان طنطان غليميم من اجل تعزيز القدرات والتكوين في مجال حقوق الانسان
تدخل ضمن تنفيذ اللجنة لمخطط عملها برسم سنة 2014، وستليها دورات ممثلة بمختلف الأقاليم التابعة للجهة. تنموياً، حقق تطوير الطاقة الريحية والتي تحظى بالأولوية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية سرعة قياسية بالأقاليم الجنوبية، حيث أنجزت مشاريع طاقية وأخرى في طور الإنجاز بكل من إقليم العيون والطرفاية. ولتسليط الضوء على هذه الإنجازات، تم تنظيم زيارة ميدانية للعديد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وعن القناة انتقل عياد السرتي وعبد الله المحمودي إلى هناك وعاد بالروبورتاج التالي. قصد التخفيض من الفاتورة الطاقية، انخرطت المملكة في استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة من خلال برنامج يسعى من بين أهدافه إلى إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء في أفق سنة 2020 اعتمادا على الطاقة الريحية. برنامج تطلب تدخل القطاع الخاص، حيث تمت بلورة قوانين تحرر عملية إنتاج وتسويق الكهرباء والتي يتم إنتاجها انطلاقا من الموارد المتجددة. حقل الريح بجماعة أخف النير تصل قدرته الإنتاجية إلى 100 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، وآخر بجماعة فم الواد بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، مشروعين ينضافان إلى المحطة الريحية بجماعة الطاح والتي تندرج في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات، وهي الأكبر من نوعها بالقارة الإفريقية. طورنا هذه المشاريع على جوج ديال القوانين هنا في المغرب. كاين المحطة الريحية ديال فم الواد وأخف النير، طورناها في على القانون الجديد ديال 13.09 اللي جا حقر الطاقة المتجددة. بالنسبة للمحطة ديال الطرفاية اللي طورناها بشراكة مع جدف سويس، هي عبارة عن المحطة اللي جات من بعد طلب العروض ديال المكتب الوطني للكهرباء. محطة الطرفاية هي محطة كبيرة، أكبر محطة على الصعيد الأفريقي، قوتها الإجمالية 300 ميجاوات، وإنتاجها السنوي أكثر من 1000 جيجاوات ساعة، وهذا ما يقارب استهلاك سنوي لمدينة كبيرة كمدينة مراكش. ولفتح المجال أمام وسائل الإعلام للتعرف عن قرب على هذه المشاريع والمنجزات الاقتصادية، تم تنظيم زيارة ميدانية للعديد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية لمجمل هذه الحقول الريحية بكل من إقليمي العيون والطرفاية. لقاء مكن من الاطلاع على هذه الاستثمارات والتي تطلبت مبالغ مالية ضخمة ستعود بالنفع على جاذبية الجهة وكمحفز لاستثمارات أخرى، خاصة وأن للجهة مؤهلات في عدة قطاعات حيوية، هذا فضلا عن مساهمتها في تحقيق تنمية محلية من خلال خلق مناصب شغل، إضافة إلى إعطاء دينامية اقتصادية واجتماعية شاملة. هذا السفر كنظن انه حتى لتحيين الوقت ديالو كان وقت مناسب باش عدد من الزملاء بما فيهم وكاله الانباء الفرنسيه بما فيهم الصحافه الوطنيه انهم يوقفوا على حقائق الاشياء، يعني على المشاريع كيفاش كتعمل، لي تادافونسمون ديالها. المشاريع ديال الشركه ناريفا في هذه المناطق الجنوب هي ربما تكون بادره أو دعوة للمستثمرين المغاربة للاستثمار بالمناطق الجنوبية، وخصوصا أن هذه فرصة ستعطى لهم باش لكن هنا هذه الطاقات المتجددة اللي غادي وهي طاقات يعني
تتيح لهم باش يستثمروا. هو الملاحظ بانه كاين مشاريع ضخمه جدا في المجال ديال انتاج الطاقه الريحيه. طبعا كيف ما عرفنا خلال هذه الجوله او خلال هذه الزياره بانه تم رصد مليارات دولارات من اجل انشاء هذه المشاريع. برايي بانه انشاء مثل هذه المشاريع وفي منطقه مثل مناطق الاقاليم الجنوبيه هي دفعه قويه للاستثمارات. ممكن الان انه اي مستثمر اجنبي يجي المنطقة يلقى طاقة بما أنه كانت كتشكل عائق أو مشكل أمام مجموعة من المستثمرين. وإلى جانب المشاركة في تحقيق استقلالية طاقية، فإن لهذه المشاريع مساهمة كبيرة في الحفاظ على البيئة، حيث ستمكن من تقليص الانبعاثات الغازية. أضف إلى ذلك أنها أضفت على المنطقة طابعا حداثيا آخذا في التنامي يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة. مشاريع طاقية كبرى إذن يحتضنها إقليم الطرفاية تؤسس لمناخ كفيل بخلق قطب اقتصادي جهوي متعدد القطاعات، هذا فضلا عن كونها قيمة مضافة ستعزز مكانة الإقليم جهويا وطنيا ودوليا. عياد السرتي وعبد الله المحمودي من الحقل الريحي بأخف النير، قناة العيون. في أخبار المجالس المنتخبة، عقد المجلس البلدي للداخلة دورته العادية بجدول أعمال ضم ثلاث نقاط تهم وضعية قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بالإضافة إلى نقاط أخرى تهم الشأن التنموي. غالي القارحي ومحمد يداس. المصادقة على اقتناء القطعة المخصصة لإحداث المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالداخلة نقطة تصدر جدول أعمال المجلس خلال هذه الدورة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذا المشروع ضمن برامج ومخططات حماية البيئة وفق توجه تشاركي هدفه تثمين الثروات البيئية وحمايتها. المصادقة على توأمة بلدية الداخلة وبلدية ليفري الإيطالية نقطة أخرى ميزت أشغال الدورة، تندرج ضمن استراتيجية الجماعة الحضرية للداخلة في تعزيز التعاون والشراكة وطنيا ودوليا وتبادل التجارب والخبرات. هاي التوأمة تجي في إطار دبلوماسية المجالس الموازية من أجل كسب بعض الأصدقاء في الدول البرة خاصة أوروبا، والمسألة الثانية من أجل التعاون، من أجل التعاون في بعض المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة هو هيئة لإنتاج وتدبير المعلومة البيئية على مستوى جهة وادي الذهب القويرة. هذا المرصد يعمل على تتبع الحالة البيئية لجهة وادي الذهب القويرة، كما يعمل على تثمين الثروات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها هذه الجهة، ولا سيما المتعلقة بخليج وادي الدهب. وضعية قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل كانت محل نقاش موسع خلال هذا الاجتماع، حيث قدمت المصالح المختصة عرضا مفصلا حول وضعية هذا القطاع وأهم التحديات المطروحة، كما تم استعراض مجموعة من المشاكل التي تخص الانقطاعات المتكررة للماء والربط بشبكة التطهير السائل. وقد تم الوقوف على تقدم المشاريع المنجزة في هذا الإطار للتغلب على الصعوبات وتحقيق انتظارات الساكنة. النقطة الثانية واللي هي مهمة كذلك، وهي تدارس الوضعية الراهنة لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وهذه تدخل في انتظارات الساكنة نظرا لقلة الماء الصالح للشرب على مستوى مدينة الداخلة، إلا أنه في هذا الإطار هذا حالا موجودة مشروع ديال إنجاز محطة ثانية لتغطية هذا الخصاص، واللي إن شاء الله في ظرف وجيز له هذا الإشكال ديال ندرة الماء اللي نتغلبوا عليه على مستوى مدينة الداخلة. قدمنا اليوم عرضا مستفيضا حول وضعية قطاع الماء وتطهير السائل مدينة الداخلة، وتم التطرق إلى يعني الحالة الراهنة والمجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني في إطار المشاريع الجديدة سيتم إن شاء الله استدراكه يعني عبر إنشاء مشروع متكامل ينبني على تقوية الإنتاج بواسطة محطة جديدة بسعة 200 لتر في الثانية، وتقوية كذلك منشآت التوزيع عبر إنشاء يعني خزانات عالية. وقد صدق أعضاء المجلس بالإجماع على النقاط المعروضة للدراسة والمصادقة ضمن جدول أعمال الدورة،
كما تم رفع توصيات حول خلق لجنة مشتركة بين الجماعة الحضرية والوكالة المختلطة لقطاع الماء بالداخل للسهر على تجاوز الصعوبات التي تواجه الساكنة في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع ملتمس للوزارة الوصية من أجل إحداث مديرية جهوية لقطاع الماء صحيح للشرب بهذه الجهة. حزبيا وبمقرية المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالداخل، عقد عضو المكتب السياسي للحزب السيد محمد عبو لقاء تواصليا مع مناضلي الحزب على مستوى الجهة. اللقاء تميز بتناول مجموعة من القضايا التي تهم هذا التنظيم السياسي على مستوى الجهة، بالإضافة إلى عدة نقاط تخص انتظارات الساكنة بهذه الربوع. إلى السمارة، حيث بادرت كل من جمعية كشاف المغرب ومنظمة الكشاف الجوال بتنظيم مخيمين للربيع لفائدة أطفال المدينة، وذلك تحت إشراف النيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع نيابة وزارة التربية الوطنية. يوسف زعواطي والمغيفري نيمة. تحية العلم الوطني أولى المواد المبرمجة صبيحة كل يوم من أيام المخيم الربيعي قبل توزيع الأدوار والمصالح على طلائع الكشافة. هكذا بدت الصورة من داخل مخيم منظمة كشافة المغرب في تجربة ستقود المستفيدين من أبناء الإقليم إلى اكتشاف عوالم الحركة الكشفية والمبنية أساساً على زرع قيم المسؤولية وروح العمل الجماعي بعيداً عن حضن العائلة. وجميع الإمكانيات متوفرة الحمد لله لمن أطفال التحقوا كلهم. بالنسبة للمركز مجهز أحسن تجهيز، بالنسبة للأطر ديال الشباب والرياضة اللي هما خدموا أحسن عمل في هذا المخيم. وهو أول مخيم قار كيدار في مدينة السمارة وكان ناجح 100%، وبدأ يوم الحد مساء واليوم الخميس وكيشرف على نهايته. هو تحت شعار المخيم الربيعي مجال المواطنة وكان جيد 100%. المخيم ما عمره تقام مخيم في السمارة وبغيناه يعلع ثاني مرة ثانية بهما، وبغينا يكون مركز ديال التخييم في السمارة وبغينا يتعل مرة ثانية. وبفضاء مؤسسة تعليمية أخرى، بادرت منظمة الكشاف الجوال إلى تنظيم مخيم حضري لفائدة 150 مستفيدا ومستفيدة من أطفال المدينة في مسعى لخلق متنفس جاد وخلاق أثناء عطلة المدارس. أسبوع من الأنشطة والبرامج التثقيفية والترفيهية لصقل مواهب الناشئة وتكوين ملامح شخصية رجال الغد. وعجبني هذا الشيء، عجبني الأنشطة وعجبني هالألعاب، هالألعاب اللي دايرينها هون، وعجبوني هذا اسميسو، عجبوني هذا اللي دارنا، عجبوني هالأنشطة واللعاب وهذا الشيء. هذا المخيم زوين وتعرفت على أصدقاء جدد وكان نشطوا وكان نلعبوا الرياضات وكان جري وكان نديروا مسابقات، بالأخص اللعبة ديال اليوم هي اللي جات، هي اللي كنا نشطنا فيها، وكنت منها هذا الشيء بقى حتى العام الجاي إن شاء الله. وجميل في الأمر هو أن التصور اللي كنا حتى كان أكثر منه هو أن لقينا واحد إقبال كبير من أطفال مدينة صبارة وواحد ارتياح من طرف أولياء الأمور ديالهم على مستوى هذا المخيم الحضاري. كيتوفر على واحد البرنامج فيه مجموعة من الأنشطة على مستوى أنشطة الرياضية الثقافية والفنية. إقبال منقطع النظير على مواد وبرامج المخيمات الربيعية، تجربة لا زالت في سنتها الأولى وتستحق كل التنويه والتشجيع. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في مواضيع تتعلق بالأقاليم الجنوبية مع محمد نوار. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء من يومية الصباح التي كتبت في صفحتها الأولى: كشفت مصادر مطلعة أن المناقشات الجارية بمجلس الأمن حول نزاع الصحراء أبانت أن المغرب كان جادا في تهديده بإنهاء مهام بعثة المينورسو في الصحراء. وقالت المصادر إن هناك إشارات التقطها أعضاء مجلس الأمن أكدت توجه المغرب نحو هذا الخيار بسبب إصرار الأمم المتحدة على تفتيت صلاحيات بعثة المينورسو بالتدرج مع توالي التقارير بشأن النزاع المفتعل ومحاولة دفع البعثة إلى الخروج عن مهامها المحددة في مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو. وكشفت الصباح أن وجود جلالة الملك في الداخل بحسب رواية مصادرها الخاصة ومباشرة أنشطة رسمية بها
منها استقبال مبعوث للرئيس الإيفواري وضع الدول الكبرى داخل مجلس الأمن أمام الأمر الواقع ونسف ادعاءات خصوم المغرب من بعض البلدان الإفريقية تحديدا داخل المجلس التي روجت بأن جنوب المغرب له وضع خاص ويتطلب مراقبة شاملة لحقوق الإنسان. كما كشفت اليومية بأن التنبيه الملكي الأخير الذي وجهه للأمين العام للأمم المتحدة لعب دورا كبيرا في إقبار مسودة خطيرة حول الصحراء. وارتباطا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، يومية المساء كتبت: انتقد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التقرير الذي أعده قبيل أيام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء، وقال الصبار إن هذا التقرير انحاز بشكل كبير لأطروحة البوليساريو والجزائر. وذكر الصبار الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء وفق ما ورد في المساء أن المغرب عرف تقدما في مجال حقوق الإنسان وفي كل ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية. ومن يومية أخبار اليوم المغربية نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الأربعاء، وجاء فيها: تنظم وزارة الفلاحة والصيد البحري ابتداء من يوم غدنا الأربعاء بمدينة مكناس الدورة السابعة لمناظرة الفلاحة، وذلك بمشاركة مجموعة من المهنيين بينهم ممثلين عن الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضافت أخبار اليوم المغربية أن هذه التظاهرة التي ستكون فرصة لمهني الأقاليم الجنوبية لتبادل الخبرات والتجارب مع نظرائهم من شمال المملكة والأجانب من بينهم من دول جنوب الصحراء، يجري تنظيمها بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة المعروفة اختصارا بالفاو. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير اليمني عن سن تناهز 97 سنة الفقيد، ينتمي لقبيلة إيت ياسين ويعد أحد رجالات المقاومة وأعضاء جيش التحرير. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة السالكمة محمد بن مبارك عن سن تناهز 70 سنة الفقيدة، تنتمي لقبيلة أيت الحسن. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة تصر بنت الولي الدي عن سن تناهز 44 سنة الفقيدة، تنتمي لقبيلة الأغلال الشرفاء الهواشم. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل واللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله. يرتقب تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الصباح، الرياح ستهب معتدلة من القطاع الشمالي ضعيفة من الداخل. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 11 درجة بكل من قليميم والقويرة، 20 درجة بأوسرد. في حين ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 34 درجة بأوسرد، 20 درجة بسيدي إفني. في حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج عموما. شروق الشمس غدا بمدينة العيون سيكون على تمام الساعة 7:25 دقيقة، أما غروبها فسيكون عند تمام 8:17 دقيقة إن شاء الله. أما عن بعض درجات الحرارة في بعض المدن المجاورة لبلادنا فسيكون على الشكل التالي: بومكو 41 درجة، نواكشوط 40 درجة، نواذيب 38 درجة، تندوف 30 درجة، مع تسجيل 23 درجة بالعاصمة الرباط. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرات الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى وفي أمان الله.